انا مع الناشطه الحقوقيه بديار خديجه. اليوم رانا كذلك رجعنا وزرنا حي الكوش القديم. جينا الاخ بن موفق بالقاسم معوق، هو كذلك يستفيد من منحة تاع 300,000، عطيتك البلدية 300,000، عايش ب 300,000 وعايش ب 300,000 وصدقة تاع المحسنين. اروحوا شوفوا العائلة هذه اللي تتكون من الزوجة والابناء ربعة، عندك ربعة اولاد، اروحوا نشوفوا كيف راهم عايشين. تفضل معنا، تفضل، خش تفضل. هاي البيت اللي عايشين فيه، هذا البيت اللي والله قلت كل وجوه هنا على والله نقولش تفضل. هذا هذا اشرح لنا بالموفق، اشرح لنا. قلت لك والله البيت اللي عايشين فيه هذه كيما راكم تشوفوا فيها، هذه يرقدوا فيها في الشتاء، يرقدوا فيها هنايا هو وربع اولادك هنا. ربع اولاد والله نرقدوا هنا كل كنوا هنا. اروحوا من هنا، من هنا هذا المطبخ، هذا هنا المطبخ، شوف المطبخ. ايوا السيده ادخلي شوفي يا سيدي المطبخ، شوفينا الوضعيه تاع المطبخ. هذا هي المطبخ تاعي، هذا هو وراني نطيب هنايا. هذا هو، تفضلي هذا هو، ادخل قدم صور لي. اصلا من راح ندور والله ما عنديش اصلا من راني تفضل من هنا. راني نحطها هنا تحت البراد هذا، هذه طابورتي نحطها هنا. اتفضل من هنا، هذه هي البيت خالتي كما راكم تشوفوها هنا وراها عايش السي الموفق هذا الشهيد. اتفضل من هنا السي بن موفق، عايش عايش مع اخوه كما راكم تشوفوا لهنايا، هو مع عايش مع اخوه لهنا مريض، ومع وعايش مع الوالده تاعو. عايش مع خويا مريض عقليا، وعايش هنا مع الوالده تاعو، ربي يحفظها ان شاء الله ويبارك فيها. هنا يرى عايشه معهم العائله، العائله هذه احنا لا زرناها، لا زرناها. اللي يشوف ربما يقول باللي الدار هذه راه لاباس بها، زيد تصور من هنا وباشوف الوضعيه اللي راه ساكنين فيها. هنا شفناها، شوف من هنا هاي الكوزينه من هذاك تفضل تفضل اروح له. شوف البيت هذا بيت العائله، بيت الوالد تاعو. شكون اللي سال فيه؟ يسالوا فيه ثلاثه دراري وخمسه بنات. ثلاثه كيف قد عايش؟ شكون اللي شكون ثلاثه دراري وثلاثه بنات وخمسه بنات؟ مين راك عايش انت؟ اشرح لهم الوضعيه. عايش صداقه المحسنين برك، و300 اللي عطيتها لك الدوله تاع البلديه، تاع 300 تاع البلديه، تاع البلديه. واش نعم تفضلي الحاجه، واش تقول؟ واش جيتي تهدري؟ واش تقولي مويتي؟ شوف الوضعيه تاع ميمتي هنايا، الوضعيه البرد راكي بردانه بزاف ولا الحاجه؟ واش تهدري يا الحاجه؟ واش تقولي للوالي؟ واش تقولي للوالي؟ واش تقول انت للوالي؟ رسالتك اللي راح توجهها للوالي. الوالي يعاونونا، يعاونكم ربي ان شاء الله. هاك شوفوا حالتنا، عايشة غير بالمحسنين ولا 300 تاع البطاطا. الأخت الناشطة الحقوقية بديار خديجة، واش تقولي لنا على الحالة هذه؟ حالة كارثة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وخاصة حي الكوش، حالات وحالات، مثل حالة عمي علي، وزدنا شفنا حالة بالموفق بالقاسم. النادي إلى السيد والي ولاية المسيلة ورئيس الدائرة، انظر في هذه الحالات على وجه ربي. يا سيد والي ولايه المسيله، شوف حالات الناس، شوف كيف راهي عايشه الناس. الاخت انت واش تقولي سيد الوالي؟ ربما راه يشوف فيك انا نطلب من سيد الوالي لك راه يشوف فيا، نطلب ونقول له راعي لهذ الملائكات، المستقبل تاعي انا راح دنقلي لوليداتي برك، هذا مكان الكبير تاعي راه الظرف وقول لازم حاشاك مسر والو، كي يجي يبدلو ما يلقاش وين يبدلو، ما لقيتش باه نعيشهم نوكلهم. راكي عايشه؟ انا راكم عايشين. عايشه من عند المحسنين. ماني نايله من الدوله حتى شيء، الدوله مانيش نايله منها حتى حاجه. 300 تاع البطاله فقط هذا مكان. دنقول وليداتي راهم متوخرين في الدراسه نتاعهم، راهم من المعدلات نتاعهم ما كانش هابطه خلاص. نفسيتهم راهم متأزمة. شوف الوضعيه تاع التربيه، هذه هي الوضعيه تاع الاخر، صور هذه من هنا شوفوها. احنا ثاني منا من نرجع منا من هنايا، احنا نرجعوا من هنا، نرجعوا نوجهوا نداء للسيد والي ولايه المسيله، وينظر بعين الرحمه والرأفه للعائله هذه. اذا كانت تستاهل ابعث لها ناس مؤمنين يشوفوها، اذا كانت تستاهل اعطيها، اذا كان ما تستاهلش اقنعها قول لها علاه ما نعطيكش السكنه. شكرا لكم.